نيلوفر خانوم، لهلأ ما في أخبار عن بنتك الصغيرة؟ بالأول أنا كنت قلقان عليها ومقهور كتير ومزعوج بشكل، بس بعدين حطيت الأمور قدامي وفكرت كتير باللي صار معها وقلت يا جينجو هي اختارت طريقة بنفسها. أنت شو فيك تعمل؟ تربطها بسلسلة وتضلك حابسها بأوضتها يعني؟ بس حتى إذا عملت هيك هي رح تلاقي طريقة وتهرب. هوليا؟ نعم يا خانو. جيبي لي قهوة. حاضر يا خانو. نيلوفر؟ 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 انت سمعاني صوتي؟ فهمتي شو حكيت؟ نعم. حلو والله حلو. على فكرة أنا بحب الحالة اللي انت فيها. صباح الخير بابا. أنا بدي روح. لوين رايح؟ لعند مرجاني، بدي حدد موعد. منيح هالشي، هيك ها إذا ضليتوا تسمعوا كلامي وقتها ما رح يضل في خناق ومنغصات ومشاكل ورح نضل مبسوطين، مو هيك يا نيلوفر؟ عزرة عقلة مضروب بابا. من بعد إذنك. لا تنسى تغسل ايديك منيح. مرجاني ما فاقت لسه؟ بلا فاقت. ناديلا بدي احكي معها. بشو رح تحاكيها؟ لك هدول قالوا كاسة شاي، قلنا لهم ماشي، بس شكلهم عملوها عادي يعني. لك أنا شو قلت لك؟ إيه وأنا شو قلت لك؟ ها؟ مو حكيت لك ليش بدي هالجواز التم؟ واستوعبتي ما هيك؟ استوعبتي، فهمتي علي؟ فهمتي، فليش بتضلي تعيدي بهالموضوع؟ صباح الخير بابا. صباح النور. لك بنتي، صح أنتو خاطبين ومن حقكم تحكوا وتطلعوا، بس زودتوها بقصة الدركتور، وهالشغلة ما عجبتني أبداً يا بنتي. نحنا كنا بسيارته بس تعطلت ونحنا بطريق الرجعة ولهيك. لك شو ما كان، انتو لسه ما كتبتوا كتابكن ما هيك؟ ايه صح بابا. طارق رح يجي بعد شوي. وشو السبب؟ بدنا نحدد موعد منشان كتب الكتاب، ما بده نتأخر أكتر منشان ما حدا يمنعه من شوفتي. ايه حساس بيزعل دغري. تركان خلاص أنا ما عاد اتدخل أبداً، حاج أحرق بأعصابي على الفاضي، وأنا كمان في عندي أم بتخاف علي، بتخاف. هازان في أي أخبار؟ لا أبداً ما في أي أخبار، بس علي طمن قلبي، يعني كونه موبايل ملك مطفي في هالشي لصالحنا، ومعناته أنه لهلأ ما قابلته للزلمة. بارح أنا وفرهاد بقينا قدام اللابتوب لوش الصبح، مو موبايله مغلق، فقلنا يمكن تبعت له مسج على الإنترنت. طيب بعتت؟ نوب أبداً. تمام، ليكي أنا وطاهر رح نجي لعندكم بعد شي ساعة. مو ضروري، صدقيني ما في زوم تجوا لهون، لأنه فرهاد وعمي فكرات جنبي كل الوقت، ما عم بيتركوني لحالي ولا دقيقة. طيب بس إذا قدرتوا تلاقوها أو إذا عرفتوا أي شي خبرونا ماشي؟ أكيد بخبرك دغري. طيب بشوفك. يلا بشوفك. أوه صباح الخير حبايب قلبي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور.
والله لساتني نعسان. يلا الشاي له من الصبح عم يغلي على النار. يلا بلشوا بالفطور. يلا وين العيلة؟ والله أخوك مصطفى وفاتح راحوا على الشركة بيوم العطلة؟ شو عندهم شغل؟ ما بعرف، أنا ما حكوا لي شي. أستغفر الله. وأختي آسية؟ أختي آسية أخدت بلم ومحمد وراحت تشرب قهوة عند أسماء، وأمي راحت على السوق. صحيح حكيت هازان؟ في شي أخبار؟ لهلأ ما في أخبار، قلت لها جايين بس قالت فرهاد وفكرة بيك هنيك، ما تقلقوا علي. منيح، بقينا لحالنا لكان. شو بتحب نعمل؟ منروح الحديقة؟ فكرة حلوة كتير. هي آخر أيام الصيفية، بكرة بس تجي الشتوية ما عاد فينا نروح. يا سلام، بدنا نروح على الحديقة. دخيل ابني أنا. ايه بالأول خلونا نفطر وبعدين منقرر. الأوامر من فوق يا باشا، مو طالع يلا. بإيدي شي. يلا كول. رح موت من جوعي. بعرفك بتحب الخيار، خود لشوف. نسيت الشاي. هذا اللي كان ناقص. مرحبا جميل بيك. اهلا وسهلا. كنا انا ومرجاني. بس ما بصير نحكي على الباب، فوت شرب كاسة شاي. انا خايف نتأخر. شرب شاي بالاول. صرعتني بالشاي تبعك. طيب بشرب. اهلا وسهلا. ايه قلي لي لشوف، طلعتي ورا زوجك؟ ايه طلعت. او يا بنت شو بوشك ما عم يتفسر؟ شو اشتقتي له من اول ساعه يعني؟ هلا شوي وبيرجع. لا مو هيك القصه بنوب قاسيه، بس هو ورايح قال لي كلمه سامحيني، وقال هيك رح يقول لي دائما. ايه واذا ما بعرف قاسيه، بلحظتها خفت كتير ودعيت له، حسيت اني فخوره فيه. اوه يا روح قلبي انتي حبيبتي، ما تخافي عليه، باذن الله ما رح يصير له اي شيء. بعدين انتي لازم تسلمي هذا الشيء لالله وما تخافي ابدا. اشتركوا بالقناه لمشاهده جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.